الشبكة العنكبوتية تنقل، فكل شيء الحمد لله متاح وموجود حتى نتعرف عليه. لكن إخبار الذين يقصون على الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم أن نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والتوفيق حتى يوفق الله سبحانه وتعالى لعمل الخير. فنحن نتكلم مع أئمة المساجد ومسؤولي المساجد، وهم يعرفون ما هي المسؤولية الموقعة عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا في الشيوخ مثل الشيخ، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا كذلك بهذه بهذا اللقاء، حتى يكون إن شاء الله لكل فرد منا انطلاقة في حياته، حتى إن شاء الله الرحمن الرحيم إذا كان يعمل أن يعمل أكثر. وهذا ما هو إن شاء الله الرحمن الرحيم المتعب. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد الشيخ إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أنا مش شيخ، طبعا كلمة شيخ دي كبيرة أوي، جزاكم خير، فعيب إن أنا يطلق عليا شيخ، جزاكم خير، لأن أنا الشيخ أهو جنبي، وأنا ما أقدرش أطلع على المستوى ده، أنا جاي تلميذكم، فأنا أصلا طبيب ومخرج من كلية الطب جامعة الأزهر. حصل على دكتوراه في الطب من جامعة برمنغهام في بريطانيا، وكانت في مرض اكتشفه أحد أجدادنا هنا في الأندلس اسمه أبو القاسم الزهراوي، اللي هو مرض تسرب العمود الفقري سباينا بيفيدا، وهو وصف المرض ده في القرن العاشر خمسة قرون قبل رحمة الله عليه. وعشان كده الرسالة الدكتوراه بتاعتي كانت فيما اكتشفه أبو القاسم الزهراوي في القرن العاشر رحمة الله عليه. الكلام ده توصل يعني علم منتفع به، انقطع عمل ابن آدم من الثلاث ولد الصالح وصدق جارية وعلم. أنا أبو القاسم الزهراوي العلم ده بتكلم عليه دلوقتي لأن أنا اكتشفت اسمه، كان اسمه مقاصص بدولة لاتينية، لما أنا قريت عنه مرجع لقيت إن اسمه أبو القاسم الزهراوي من الزهرة اللي جنب مدينة قرطبة. الحمد لله. ده يعني بالنسبة لأن أنا لست بشيخ، أبي كان شيخ طبعا رحمة الله عليه أزهري، وجدي كان شيخ أزهري وأمامي مشايخ زي كده، أما أنا فلست لا أستطيع أن أرتقي لهذا المرتقى الصعب. فكنت من ألف من المهم اليوم احنا بنتكلم في شيء واضح جدا، المسجد مؤسسة شئنا أم أبينا لها أدوار متعددة، أدوار ثقافية، أدوار اجتماعية، أدوار رياضية، أدوار اقتصادية، أدوار توعوية. المسجد مؤسسة جاذبة وليس مؤسسة طاردة. يعني شخصية العاملين على المسجد لابد أن تكون شخصية مرحبة جاذبة بشوشة مجمعة لشتات الناس، خاصة الذين يعتبروا الدين زعيم او من ابنائنا وبناتنا اللي هم غير ملتزمين وملتزمات. تعلمت من جماعه التبليغ والدعوه في يوم من الايام، كنت انا بمشي معاهم يعني في بريطانيا، نزلت مصر في يوم من الايام يعني تمام في الثمانينات او التسعينات، كان لي احد القريبات شاب صغير مش محجبه، قلت لها تعالي معايا يا بنتي نروح لعند الشيخ فلان، ده راجل طيب كده يعني تحس كده ان مدعوك للاسلام بابتسامه، ها ابتسامتك في وجه اخيك صدقت. فلما دخلت معايا البنت قلت له بس قريبتي دي مش لابسه ايه؟ وعرضت لها امراه بسم الله مش حضنتها وبستها ورحبت بيها ودخلتها.
تبسط شعرها متغطي ولا مش متغطي ولا كذا ولا كذا. يعني هو اصل الموضوع انك تكذب اللي هو غير ملتزم، مش الاصل ان احنا نجيب الملتزمين فقط. الملتزم هيجي لوحده، وده مؤسسيه فكر المسجد ان يكون جاذب لكل طبقات المجتمع. انا فاكر قصه الشيخ التونسي بس انا مش فاكر اسمه. اسمه ايه؟ لا لا اسمه هو موجود عايش. كان في اسمه يا ربي عايش ولا عايش بس انا مش فاكر. المهم كان شاب بيدعو الناس كده بيقول له قصه مورو افتح رغم ما عنديش فيه يعني. فكل عايز يجيب حد يدخله المسجد عشان يصلي. فاول مره يجيب واحد زي حالاتي انا، يعني كده ماشي في الشارع بص كده قال تيجي معانا، وانا مش داري بحاجه، انا ايه مخي ده في حته ثانيه. دخلت معاه المسجد، فلما الامام شافه وبص عليه لقى في ريحه، ريحه ايه؟ خمر. قال يا شيخ يا ابني جايب لنا اول ما تجيب واحد يعني كذا، جايب لنا خمران وسكران يا ابني. بيقول لي بقى روح بيتكم استحمى ونضف نفسك بقى. فالراجل اصر انه يخش يصلي في المسجد. اصلي يعني اصلي، يهديك يهديك، حصلي يعني حصلي. وقال له خلاص لما تيجي تصلي هنحطك على جانب الايه الصف عشان هي ما تاذيش المصلين بالريحه بتاعتك. المهم صلوا العشاء عافاك الله على كده. في الركعه الرابعه الراجل سجد ولم يعمد فمات وهو ساجد رحمه الله عليه. تاثر الامام تاثر لا عادي. يعني انت اول مره تدخل المسجد فيقبضك الله على السجود وانت شبه مخمور، وانا اصلي وارض الناس وحافظ القران واتمنى موتتك. فلذلك الانسان لابد يستوعب ان هؤلاء الناس قد يكون فيهم خير اكثر مننا، لكن احنا مش قادرين نحكم الا على الظاهر. فلذلك المستقبلين في المساجد لابد يكون سواء كانوا نساء او كانوا شباب او كانوا رجال، يعني ايه يستقبلوهم ايه بالتحيه والاحضان والترحيب. المنهج مؤسسه ثقافيه اجتماعيه تربويه اقتصاديه الى اخره. المسجد ده يدار بشخص واحد. المسجد في عصرنا الحديث ده فيه تخصصات كتيره جدا، حتى المشاكل الفقهيه في داخل المسجد متعدده، لان المجتمع اصبح معقد ومركب، وفي كل تركيب وتعقيدة في تركيبات وتعقيدات أخرى. قد نحتاج فيه إلى دكاترة أخصائيين نفسانيين، مش فقط المشايخ يدوا فتوى، لا، في أنا عشان أقعد مع حد أجيب طبيب أو طبيبة نفسية تقعد مع المرء. يعني في أشياء مش هيقدر يفهمها الشيخ الإمام، هيفهمها الطبيب النفسي، فيبدأ العلاج من وجهة نظر الطبية النفسية اللي يؤثرها الشرع. أصبح فيه محتاجين لناس أطباء نفسانيين. نشوف مشاكل، أنا قاعد أتكلم عن مشاكل الداخل كل عائلة من عائلاتنا، وإحنا عارفين كلنا مهاجرين وأنا مهاجر، أنا بقالي في بريطانيا 44 سنة. وقت شاب دلوقتي عندي أصبحت جد. وعاشت أجيال وما زالت بتعيش أجيال أخرى. كل ما عشنا في البلاد دي اصبح في مشاكل مختلفه تاتي كل يوم، من الاعلام، من السياسه، من المتشددين في الدين، من الحاجات دي كلها. وقد نحتاج في المسجد الى ناس تربويين، ناس تعليميين. يعني طريقه الحفظ اللي احنا تعلمنا عليها في الكتاتيب في بلادنا قد لا تناسب الشباب دلوقتي. ناس رياضيين، سن من 5 سنين ل 15 او 18 سنه سن الفتوه بتاع الشباب ده، او اللي هو الشاب عايز يلعب طاقه
كيف نستطيع طاقة الشاب أو الشابة لما يجوا المسجد؟ بنشاط رياضي المسجد هو اللي بيصرف عليه، المسجد هو اللي بيصرف عليه، وده جزء من إيه؟ من الأجزاء بتاعت عمل المسجد كمؤسسة. المسجد مش فقط خطبة جمعة، خمس صلوات ورمضان والأعياد، لا، هي مؤسسة كبيرة، مجتمع صغير يغذي مجتمع كبير. المجتمع الصغير ده ويخرج من بين جنباته من يستطيعون توجيه وإدارة شؤون حياة المجتمع الكبير. المسجد ده بده يكون جاذب للمرأة وللشاب وللشابة ولكل الأطياف بتاعت المجتمع المسلم. بالإضافة كيف نجذب جيراننا من غير المسلمين؟ رسالة أخرى مع الأفراد لما المجتمع الأكبر غير المسلمين، كيف نتعامل بيننا وبعض كمؤسسات إسلامية؟ هل بنتواصل مع بعضنا البعض؟ هل بتحصل لنا لقاءات دورية؟ إن شاء الله على كوباية شاي، مش دعوة بقى للكسكسي بتاع الجمعة، يبقى تقابل يوم السبت. الجمعة أصلا بيبقى في كسكسي، السبت بيبقى في شاي بس. لابد نتقابل. لازم مش بمزاجنا. اصبح لزاما علينا ان نتقابل لكي يعرف كل منا الاخر الى مرواحنا. يعني زمان انا خلقناكم يعني الناس استغفر الله. انا خلقناكم من ذكر وانثى عموميه. الناس عموميه ماشي في اسلام. نتعارف. يعني القاعده دي نتعارف يا ايها الناس. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الرسول صلى الله عليه وسلم كده التقوى هنا، التقوى مش في الزبيبة اللي هنا أو في طول اللحية أو في لون اللبس اللي احنا لابسينه، لا، التقوى هنا، التقوى هنا ويشير إلى القلب. احنا بنقعد مع بعض كجمعيات إسلامية كوباية شاي إن شاء الله مرة كل أسبوعين، مرة كل شهر، بس نتكلم. بنسموها بالعربي فضفضة. بمشاكل الأطفال، بمشاكل الطلاق اللي جدا عندنا، بمشاكل شرود أبنائنا مننا، بخروجهم عندنا خالص، وكل مشاكل التصرفات الأخرى اللي احنا شايفينها في كل بيت عندنا، وفي بيتي أنا، في مشكلة أو مشكلتين أو ثلاثة. والبيوت سترة الناس اللي فيها. البيوت سترة الناس اللي فيها. ولابد احنا كمساجد او مراكز اسلاميه نجد وسيله ان نقعد نكلم بعض. مفيش حد فينا احسن من الثاني. ولا يقاس خير المسجد بعدد المصلين. لكن بدعوه المسجد بنحاول تاثير المسجد على المجتمع، سواء كان المجتمع ده مجتمع مسلم او مجتمع ايه؟ غير مسلم. كيف جيراننا الغير مسلمين يعني متالفين معانا او متنافرين معانا؟ ثم علاقتنا بالمؤسسات الاخرى اللي غير الاسلاميه، الكنائس والمعابد وكذا وكذا، ثم علاقتنا بالحكومه. كل هذه المحاور داخله داخل مؤسسه المسجد وهيكله المؤسسه. ايه دور الشباب في المسجد؟ انا برب جيل يستطيع ان يحمل لواء هذه المسؤوليه وانا موجود، مش بعد انا مموت. ايه دور النساء في المسجد؟ مكان النساء في المسجد. السيده خديجه كان لها دور من اول دعوه الرسول صلى الله عليه وسلم، من اول ظهر، من اول ثلاثه قبل المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي طفل، سيدنا ابو بكر رضي الله عنه، والسيده خديجه رضي الله عنها، ثلاثه قبله كان يعني كان ثلث المسلمين امراه نساء، اللي هي السيده مين؟ خديجه. ومن اول يوم في الدعوه كانت هي بالنسبه له زوجته وحبيبته ونصرته ومؤيدته، وهي اللي اخذت بيدي او عضدي لما اتاه جبريل ورجع يعني في حاله يعني صعبه شويه، قلت له ان الله والله ان يعني والله ان الله لن يخزيك ابدا، ثبتته انك تقتل الضيف وتعين على مصائب الدهر وتحمي الكلب وتصل الرحم، كل هذه الاشياء مين؟ المراه اللي معاها في البيت. يبقى المراه في المسجد
لها دور معانا. لما بتحصل مشكله قد يكون الامام المراه تتكسف تقعد قدامه وتتكسف تقول له كل مشكله، لكن ممكن تقولها لمراه ثانيه. اديكم قصه حصلت في احد المخيمات لما كان في حرب في كوريا في الخمسينات تقريبا. فتاه شابه صغيره كل شويه تخش للدكتور ويلاقيها كده ما فيش مشكله فيها كده من شكلها الخارجي. انت بستنى طبعا هو قدام اللي عنده زمن صدريه واللي مكسوره واللي بتاعه مقطوع. فاستنى يا بنت استنى يا بنت استنى يا بنت استنى. بعد خمس ست سبع ايام البنت تعبت. انا كانش باين عليها انها مريضه لكنها كانت متصله، كان عايز يقعد معانا عشان يسمع منها قصه مش قادره تقولها قدام الناس. لكن اللي مكسور ايده واللي مكسور رجله واللي مجروح الناس شايفاه. فالبنت انتحرت واصبح الطب النفسي جزء من علاج المشاكل المجتمعيه. سواء كان حتى معنا يعني بس احنا في الاغاثه انا بفكر بكتب ورقه دلوقتي ان لابد ان تنشا اداره داخل كل مؤسسات الاغاثيه او الانسانيه او التنمويه او الاجتماعيه اسمها اللي هو اداره الطب النفسي. لان احنا بنتعامل مع مين؟ مع اطفال الشوارع، مع المشردين، مع اللاجئين، مع النازحين، مع المغتصبين والمغتصبات، مع الاسرى، مع كذا مع كذا مع كذا مع كذا. فتلاقي الثلاث ارباع اللي انت بتتعامل معاهم عندهم مشاكل نفسيه. ما ينفعش هنتبنى هيديهم بس كيس دقيق او هيديهم بس حبه سنتر اللي هو المدرسه لاولادهم. لا، في لانها بتتعامل مع ارواح مع نفوس. واصبح الطب النفسي بالنسبه لنا شيء محوري لتعقب المشاكل المجتمعيه اللي احنا عايشين فيها، احنا في المجتمعات اللي احنا عايشين فيها. احنا كمذهب ايه رسالتنا؟ السؤال ده انا بقوله لكم انتوا عشان انتوا بتردوا عليه. لابد كل مسجد يكون رساله. ما ينفعش ابدا على الاطلاق ان احنا بس نعمل مسجد عشان الناس تخش تصلي وتسوق وبس. لا، لان الرساله هي الرساله بتاعتنا اللي من اجلها انشانا المسجد. نمره واحد، انا قلت قبل كده كيف نتكامل مع بعضنا البعض كمؤسسات كأفراد ها داخل المسجد وخارج المسجد. ده السؤال الثالث. العمل في المجتمع اللي هو يعني احنا بنتكلم عن المجتمع المسلم اللي هو مركزيته مؤسسة المسجد. أنا بس بقول كلمة مؤسسة ليه؟ لأن المسجد احنا واخدينه كشيء تطوعي. مش مشكلة، الناس هتطوع لكن الناس عايزة تعيش. أنا هجيب واحد أكلفه يكون إمام أو خطيب أو مؤذن، هديله مرتب. المرتب ده هجيبه منين؟ عامل المسجد أوقاف. هجيب بعض المانحين الكبار من أبناء المنطقة أو أبناء البلد يتكفلوا بالتجار. لأن مؤسسة ولابد تستمر هذه المؤسسة بوجودي وفي عدم وجودي. العمل المجتمعي ما هوش دور واحد أبدا. ما هوش مذهب واحد ابدا. ما هوش فقه واحد ابدا. احنا عندنا الامام ابو حنيفه رحمه الله عليه رضي الله عنه واحمد بن حنبل والشافعي ومالك والاوزاعي وثمان ائمه والامام موسى الكاظم وغيرهم وغيرهم. غير بقى ائمه العصر اللي احنا بنتبعهم بيتماشوا مع مشاكل العصر زي ما هنشوف الدكتور النابلسي ربنا يديله الصحة أو الشيخ البرلاوي أو الله يرحمه الشيخ الشعراوي أو من أئمة المغرب والجزائر إلى آخره إلى آخره. وطبعا ثقافتي في المغرب والجزائر ضعيفة إلى آخر ابن حزم الأندلسي إلى آخره. كل هؤلاء الناس مفيش دور واحد. ولادك مش زي بعضهم، ولادنا مش زي بعضهم. في واحد فيهم بيطلع طبعه زي عمه، طبعه زي خاله، طبعها زي جدها. مش كلهم زي بعض، مش كلهم بيلبسوا نفس اللون،
وكلمهم يعني نفس الطريقة. وده ايه؟ ده من البذرة من الأم والأب واحد. فالمجتمع بالتالي اللي فيه ملايين البشر لا يمكن هيكون لون واحد على الإطلاق، ولا يمكن من المستحيل أو المحال أن يجمعوا على رأي واحد. لن نستطيع أن نجمع مجتمع ولا صغير على رأي واحد. كل واحد له رأي مختلف. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أشيروا علينا أيها الناس، أشيروا قول رأيكم إيه؟ لو فكان يسألوه لو كان الأمر يعني إلهي رباني وحي خلاص ما فيش استفسار. إما لو كان هو رأي الرسول صلى الله عليه وسلم فممكن ناخد بنتي معاك. حصلت في أكثر من مرة في تلقيح النخل أو في غزوة بدر مع البئر إلى آخره إلى آخره، أو إعطاء الجزء من المحصول التمر لليهود إلى آخره في المدينة. دي كانت اجتهادات، يعني اجتهادات بشرية، بالرغم من أن كان هذا البشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لا لم ينطق ولا ينطق عن الهوى، لكن بالعقل، ولكن كذا مع ذلك استشار ونزل على رأيهم. وانتم عارفين لما نزل على رأي الشباب في غزوة أحد حصل ايه؟ خلاص انا خلاص انا لبست لبس الحرب وخرج معكم. طبعا لما حصلت الهزيمة لان الناس المسلمين اللي كانوا موقفين على جبل أحد رفضوا يستمعوا لنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعجلوا بمصر. دي بس بعض الحاجات ان انا بقول فيها اسف عايز عيب الواحد من اللي احنا كلنا بنقول فيها ان المجتمع لن يكون لونا واحدا على الاطلاق. انا بس قلت نحط بعض هذه النقاط امامنا على الطاوله علشان انتوا تضعوا بعض الاسئله او بعض التعليقات نتشاور مع بعضنا البعض فيها. وانا لست بفقيه ولست بشيخ ولست بعالم معايا. كل خير ما اعرفش. كل خير ان شاء الله. ونترك الامر بعد الله سبحانه وتعالى ليكم انتم. لو كان في بعض الاسئله او بعض التوجيهات او بعض المشاكل ممكن نتناقشها مع بعض. انا ما بحبش اتكلم كلام يعني كثير وكثره الكلام ننسي بعضه بعضا مش هنعرفه. وخالد الكلام من قال مقلة مش عارف ان الكلام الدنة ولا ما دنش الله اعلم. انت الراجل الكبير هو الصيني عايز يتكلم او يسال اسئله ان شاء الله. من ناحيه بس الشريط واحد اثنين ثلاثه هلا اول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. وصلى الله وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في صحته وفي عافيته وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأهله وأن يبارك في مقدمه إن شاء الله. وكل الإغاثة صلى الله سبحانه وتعالى أن يزيده التوفيق وفضلا. جزا الله خيرا أخذ المسلمين مع بعضها الصبغة في الإطاعة. بارك الله فيه وبارك الله في مدينة سيدي القادر كل حضور الكرام. فإن الشيخ الفاضل المنجم للمؤسسة، لكن هذا الإدراك بمعنى ما زال ظاهرا عند أبناء الشيخ، وما زلنا نتصور أن المسجد هو مكان لتأدية بعض الشعائر ثم الإنصراف، لكن هذه الصورة المتكاملة عن المسجد ما زالت مفقودة عند الكثير من الناس، وهذا أظن الشيخ الفاضل أنه يتطلب تكوين لجنة داخل المسجد. النقطة الثانية التي وضعت أصبعنا عليها وهي قضية تبادل الخبرات والتجارب بين المؤسسات. هذه النقطة كذلك ما زالت مفقودة، وإن كان هناك بعض يعني هناك تنافس على إقامة لقاءات تكوينية لبعض مثلا الأئمة أو بعض المعلمين أو بعض المسؤولين الجمعيات، لكن نرى فيها استقطاب. تجد ربما تكون في درارية تكون لدى جهة أو اتحاد أو شبه هذا القبيل يشتهي فقط مع من ينتسبون إلى هذا الاتحاد. وكذلك بالنسبة للأئمة كذلك تجد يعني من يقوم على جمع يكون منتسبا إلى جهة ما
النوم فيحرص فقط على استدعاء هؤلاء. أظن أن الشيخ الفاضل أن نتعالى عن هذه المحددات الأيديولوجية أو الانتسابات إلى هذه المؤسسات، وأن نلقاها يكون همنا واحد وقصدنا واحد، وكيف تعيش هذه الجالية، تعيش هذا التعاون وهذه المحبة وهذه الأخوة. والنقطة الأخرى الغائبة، وأنا كأنني أكرم ما تقول الشيخ الفاضل وأعتذر عن الأمر، دور المسجد في إقامة علاقات مع هذا المجتمع الذي نعيش فيه. والمسجد يعتبر في هذه البلاد هو الوسيط بين الجالية الموجودة وبين هذا المجتمع. لكن نجد هذا العنصر غائب عند كثير من المساجد ومسؤولي المساجد، فلا يفكرون إلا داخل أسوار المسجد ولا يفكرون خارج المسجد، خصوصا عندنا تجربة بسيطة في المدينة هنا، أن هذا المجتمع المدني الذي هو التجمعيات هم يحاولون ويسعون، غير مسلمين نعم، وهم يسعون فعلا لأن نكون نحن عضوا معهم ناشط فاعل، وحتى أنهم يسعون إلى أن نشاركوا في كل هموم هذه المدينة ولإنشاء المدينة ومقاومة مثلا عندنا حزب أنصار المعروف، كيف نسعى إلى تقليل يعني أتباع هذا الحزب. زائد فضلا عن ذلك يسعى البلدية أو المحافظة يسعون كيف أن يكون لنا بصمة واضحة ظاهرة داخل المجتمع حتى يستطيعون أن يقنعوا الناس بأن فعلا نحن كجالية جئنا لنتعايش ولنندمج وجئنا لنحقق مصلحة المجتمع ككل. بينما نجد هذه المساجد لا تجعل في حساباتها هذا الأمر. النقطة الأخيرة وهي نقطة التي ذكرتها الشيخ الفاضل، وكانت تجربة لأحد الإخوة سمحوا لي جزاه الله خيرا، أنه قال في استدعاء أحد الدكاترة النفسيين سبحان الله العظيم ويقوم بتكوين مجموعة من الاستشاريين التربويين من أجل هذا القصد، وهذه سابقة لكن قدر الله مع المرض وكذا توقف البرنامج، ولكن كان القصد هو هذا، أن يكون مستشار تربوي داخل كل مسجد من أجل حل مشاكل الأطفال تلك. وهذا يجب أن يكون المؤسسة التعليمية الأخرى الحكومية، أنا داخل في المؤسسة عنده استشاري تربوي أو نفسي ويقوم بتوضيحها، خصوصا الأطفال. أنا عندي تجربة بسيطة مع إحدى التلميذات، كان وقع مشكل كما ذكرت مشكل خاص، و قدر الله سبحانه وتعالى تجرعت أن تخبرني بهذا المشكل، وهذا ليس وحدي، عندما جلست مع بعض الأئمة وبعض الإخوة وجدت نفس المشاكل، يعني مشاكل خاصة ومصائب كبيرة يعني بالنسبة كأسر نحن محافظة وكذا. فهل لو كان عندنا لجنة مثلا ديال الأخوات أو استشارية تربوية وكذا، فهم سيكفون هذا الجانب ويستطيعون أن يحلوا. جزاكم الله خيرا شيخ الفاضل، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وجزاكم الله في كل الحضور الكريم. طيب جزاكم الله خير. اولا وزن المؤسسه شئنا ما بين خلاص، لابد ان نعمل على تحويل المسجد الى مؤسسه، هياكل سياسات قوانين، لابد ان احنا عايشين في بلد مؤسسات، عايشين في قاره مؤسسات، العمل الفردي عفى عليه الزمن منذ مئات السنين، حتى ولو كان رئيس المسجد المصري مبدع وعالم مأمور، لابد ان يتحول الى مؤسسه، ولو فشل هذا العالم من ان يحول المسجد مؤسسه فمن فشل فيه هو نفسه. مؤسسه تحمل كافه اطياف المجتمع وكافه ابناء المجتمع، وكل يوم فيها دور. أنا إزاي أخلي رسالة المسجد مستمرة إلى ما شاء الله إن لم يكن لكل جار أبناء المجتمع مسجد حاسب المسجد بتاعه، مش حاسب إن هو مقتصر على مجموعة واحدة فقط، من حاسب إن المرأة دي منبوذة ملهاش أي موقع أو مكان في المؤسسة الإسلامية اللي بتدير المسجد دي. بالنسبة للمؤسسة شئنا أن نعمل لابد نعمل كيف، ازاي ممكن نقعد مع بعض نتفاهم كيف نتحول من هذا الامر الى مثل المؤسسه.
الامر هذا كانت فيه اللي هو ان احنا ما زلنا متقاطعين على بعضنا ده فكر القرية. اهل القرية عالمهم قرية. اهل الحارة عالمهم حارة. اهل الزنكة زنكة زنكة عالمهم الزنكة. احنا عالمنا العالم كله. لان دراسات الاسلام لم تأتي لقريش فقط. لم تأتي للعرب فقط، لم تأتي لأهل مكة فقط، إنما أتت للعالمين. ها؟ رحمة للعالم صلى الله عليه وسلم. وده مهم جدا. ده أصلا أنت مش بتعمله فضلا منك، أنت بتعمله كجزء من الوصف الوظيفي داخل المسجد. مش قادر تقوم بالدور ده، حد غيرك يجي يقوم. يكون في شفافية باختيار منهم أصلح للمجتمع لإدارة المسجد، وليس منهم أصلح لإدارة المسجد من أبنائنا فقط لما المجموعة الصغيرة من جماعة أو مجموعة إلى آخره. لأن المسجد ملك عام مش ملك خاص. المسجد ملك عام المجتمع نفسه، المجتمع نفسه. ده مهم جدا. التواصل ما بين حد بس حد بعض الأمثلة على التنسيق والتواصل والعمل الطفولي اللي عنده علماء لا يروا في المرآة إلا أنفسهم، لا يروا في المرآة إلا أنفسهم. أنا أبص في المرآة كده، أنا المجتمع، مش حاجة اسمها أنا المجتمع، أنا نقطة. مين بيفهم هنا في الدكتور دول عالم اللغة اسمه ديجيتال، اسمه ايه؟ ديجيتال اسمه ايه؟ بيكسل. كم نقطة في كل صورة؟ بتكون كل صورة؟ حد يقول لي مليون، اثنين، خمسة، عشرة. ملايين. على حسب اللي هو نقاء الصورة تزداد على النقطة. فأنا المجتمع نقطة وسط الملايين، إذا كنت أنت إذا كنت أنا جماعة أو حزب سياسي أو كذا، فأنا نقطة. فما فيش عالم يقول لك أنا الإسلام. وعمر العلماء ما ذكرت أسمائهم دول ما كانوا يقولوا أنا الإسلام. كان من علمهم بيحترم العلماء الآخرين. الشافعي مع ابن حنبل رحمة الله عليهم، مع كانوا يبجلوا بعضهم البعض. رأي صار يحتمل الخطأ، ورأي زميلي أو أخي خطأ يحتمل الصواب. يعني أنا بقول على نفسي إن أنا ممكن يكون رأيي يكون خطأ. إيه يعني؟ أنت ربنا؟ إحنا مش ربنا. الوحيد اللي هو لازم يعني إحنا بنقول مش قرآن، لا كلام. في تنسيق بين المساجد دي، يعني لو إحنا عندنا نبدأ بثلاثة أو أربعة أو خمس مساجد أكثر أو أقل يقعدوا مع بعض. يخلوا همهم واحد. بيجتمعوا على شيء بسيط عشان ما يقولش ايه هتلغي الشخصيه بتاعت المسجد بتاعي، هتاخد من المصلين الحته اللي حضرتك بتتكلم فيها. لا، نقعد مع بعض. ايه الهم اللي بيواجهنا؟ الحب، هم بناتنا واولادنا، هم الجيل اللي عايش معانا هنا، هم الاسره، هم كذا. نقعد نتفق على شيء، مش مهم ان كلنا نقعد، بس نقعد مع بعض. حاولنا نعمل احنا مجالس تنسيق في بريطانيا ما بين الجامعات الخيريه الاسلاميه. قعدنا ثلاث سنين، سامعين يا شباب؟ خمس جمعيات بس، ثلاث سنين يجتمعوا علشان يتفقوا على وضع قانون اساسي لمنتدى الجامعات الخيريه الاسلاميه. كم سنه؟ بصفه مستقله كل واحده فيها. وان اسسناه المؤسسات الدولية، وبعد كده نقلت المؤسسات الدولية في مؤسسات أخرى، ووسعناها بعد ثلاث أربع سنين تاريخ المناقشات. فكبر من خمس جمعيات أصبح 17 جمعية. فالجمعيات اللي فيها مليون واثنين، الجمعيات فيها 40 و50 مليون. وكل يوم صوت واحد. خلينا إدارة هذا المنتدى مستقلة، بمعنى إيه؟ إن الأمين العام للمسجد للمنتدى ده ما يكونش عضو في أي جمعية من الجمعيات. يكون مقر تنسيق خارج كل الجمعيات.
لكي لا يهجر المسجد الى مسجد اخر ان ذات بعدها وذات بعدها وذات بعدها. يصبح مستقل وكل يختاروه. خلي رئيس الجمعيه المبتدا ده ما يكونش عضو في اي جمعيه. يعني بعد ما استقام مع بعض الرئاسه الاسلاميه في 2008 اختاروني ان انا في 2010 اكون رئيس المجلس ده، لان انا ما اصبحتش جزء من ايه؟ من اي جمعيه من جمعيات الاعضاء. خدت بالكم من دي؟ مش لان انا امام وشيخ وعالم اوضع، لا، طالما انت مسؤول جمعيه ما لا يحق لك انك تكون مسؤول التنسيق. لكي لا يحصل اللي هو الايه؟ الحسد ما بين الجمعيات وبعضها. ان شاء الله يكون اربع خمس، انا زي ما ذكرت خمس جمعيات على ثلاث سنين اتكلموا مع بعض. والحمد لله الى الان ما زال المنتدى موجود وبنطور فيه. وانا شخصيا مقدم استقالتي فيه بقالي سنتين. يعني العمليه مش للابد. مش للابد، مش تأبيد. من سنتين ونص بقول لهم عايز امشي هاتوا حد غيري، وكتبتها باستقاله وقلت لهم حطوا التاريخ اللي انتوا عايزينه. حتى بعد الرئاسه الاسلاميه تركتها في 2008 وهي احب المشاريع دي زي بنت البكريه. انا خلفت الرئاسه في 84 مش كده؟ أنا أصلي بخلف مؤسسات. وخلفت بنتي 84 وعندي بكريتين، بكرية من البشر وبكرية من الحق. ومع كل حبي للدراسة كل الأمنيات اللي خلتكم إني ما زلت أنا أضحي بيها طبعاً هقول لكم حاجة. سامعاني يا أخي؟ لا بعد فضل الله سبحانه وتعالى، بعد فضل الله سبحانه وتعالى لولا هي زوجة ربنا سماها يسرية كمان عشان ايه؟ في مسجد يوسف. كانت هي الاساس في ان انا انطلقت. من غيرها انا ما اسويش ثلاثة مدينة. من غيرها ما كانش حد ينشأ الناس. يعني انت بتخرج بسبع ايام من غير فهي خدت البيت وبنته وقالت لي اطلع. لدرجة كان في شيء انا كنت دايما بذكره للاخوة. كان دايما كل سنه الملكه تعزمنا في لندن على استقبال اللي هو السفراء. السفراء استقبال رسمي بقى وزاره الخارجيه موجودين وكده فالدعوه انت وزوجتك. فرحت لزوجتي اللي هي تبقى بنت اختك. صح؟ قالت لي مش عايز اروح. في امرأة بتعزم تخش عشان تخش على ملكة اليزابيث تشوف الأصل بتاع ملكة اليزابيث بتقول مش عايز أروح. قالت لي لو تطلع السما وتبقى حرة يا ماما روح يا ولادها ما فيش فايدة. جبت لها واحدة من الأتراك اللي هم عليهم الكبار دول من أحفاد عبد الرحمن العلي باشا. قالت لك سرية؟ قلت لها نعم. قلت لها روحي لا حرة. جت معايا السنة دي. السنة اللي بعدها نفس الدعوة قالت مش رايح. أنا خلاص شفت الملكة مرة واحدة وشفت القصر مرة واحدة خلاص روح أنت ده العالم بتاعك مش العالم بتاعك. فلولا هذه المرة ما كنت أنا طبعا بعد أمي رحمة الله عليها كنت عارف دول مرة إزاي في الإسلام. أمي كانت تقول لي يا ابني اللي يبص لفوق راسه الدعوة واللي خارج الفقراء يسعى ويحمد ربنا اللي اداهوله. لكن لو قريت الاغنياء هتحس ان انت فقير ومش زيهم. فخالد الفقراء ما تبصش لاعلى منك. فدي كانت البذره الاولى في مين؟ من والده رحمه الله عليه. والبذره الثانيه ما زالت حيه اللي هي من الاهل اللي هي لما كل اخر يخرج من البيت تدعي الدعاء ولا حتى بس الدعاء مش كويس في البيت تدعي تدعي لي ان ربنا يرجع فيها بالسلامة حاجة زي كده يعني. فمن غير الحاجات دي كلها مش هنفع. لأن مين المرأة في الإسلام؟ المرأة هي زوجتك هي أختي أختك وبنتك وأمك وخالتك وعمتك يعني نص المجتمع وعندها رأي جميل أخذه وهي الأعلى مع الأطفال عارفاهم من ألف لجيه
هي اللي ربتنا صح؟ وهي اللي ربتنا وهي اللي ربتنا كلنا. فازاي نكون احنا قوه طارده للنساء بناتنا والتانيين قوه جاذبه لنا؟ ده بالنسبه للنقطه دي بالذات. فالتنسيق يعتبر فن ومهنه ومهم لابد يكون مستقر. نبدا بالبسيط، لكن هاصبح دلوقتي يا شباب والله الذي لا اله الا الله، انا تركت الدراسه الاسلاميه من 14 سنه تقريبا في شهر ابريل السنه الجايه بعد 14 سنه علشان التنسيق، وما زلنا لم ننجح والله ما كان احنا مصرين انها نكمل. حتى لو المجتمع المسلم اللي هو المؤسسات مش فاهم احنا بنعمل ايه. التنسيق والتكامل والتشارك وبناء الشركات اصبح كانه لابد ان يكون من المعلوم من الدين بالضروره. مشاكل في العالم خاصه العالم العربي والاسلامي لا تستطيع ان تحلها دوله، لقد اعظم دوله، لكن عايز المؤسسات وعايزين نقعد مع بعض. والحته دي بقى اللي هي اللي بتدخل جهنم والعياذ بالله ونفس انه ايه؟ وما سواش، هي دي النفس الاماره بالسوء. يا عم سيبك منهم، ده مسجد ايه ده؟ عايز اشوف ايه يطلع في التلفزيون قبل ما يطلع؟ ده بيطلع في التلفزيون كل مره؟ خلاص ما طلعنا في التلفزيون وطلعنا في الاذاعه وطلعنا في ده حبينا وده شتمنا لغايه دلوقتي بيشتموا فينا. بالتهم الاتهامات، لكن احنا مش هنقف. يعني التنسيق اصبح مهمه واصبح مهنه واصبح حرفه واصبح فن كمان واصبح تفرغ. مش كل واحد فينا يقدر يعمل تنسيق. فده بالنسبه للتنسيق، لكن نقعد نبدا اول خطوه. لان بتضيع فرص وبتهدر اوقات واموال غير عاديه لعدم التنسيق ولعدم الجلوس مع بعضنا البعض على كوبايه شاي ولعدم اننا نتكلمش مع بعض في التليفونات. ونحن في هذا العصر اتكلم عن نفسي اثمون، لان مال المجد مش مالي ولا مال جماعتي ولا مال مجموعتي ولا مال حزبي، ده مال الله اللي استخلفنا عليه علشان المجتمع اللي احنا مسؤولين عنه. زي ما الفقراء في مؤسسة الإغاثة الإسلامية وغيرها مش مالهم، ده صاحب المال هو الأرملة والفقير اللي بيصرف على الموظفين ويدفع لهم مرتباتهم. يعني اللي بيدفع مرتبات الموظفين في العمل الإغاثي الإنساني هو الفقير. هو الفقير. فحذاري، سمعني يا حاج محفوظ، سمعني؟ سمعني يا حاج عبد اللطيف، هذا هو صاحب المال. واللي يقول لك كده قول له انا بقول لك كده. تاخذ مالك من مش بالعاميه عليها، والمال ده سواء كان في الزكاه او كان في الصدقات او كان في النذور، مال في اموالهم حق معلوم للسائل. فالحق المعلوم ده اللي ربنا حطه هو حق الفقير. فحذاري ان تعامل الفقير بدونيه وهو الذي يدفع لك رتبه كل شهر. وحذاري ان تمنع شاب زي ما شفنا في الشيخ عبد الفتاح مور، لما راجل دخل وصلى ربنا قبضه على ما هو عليه. حذاري ان تمنع فتاه جت خطرت للمسجد. قد اكون انا زاني، قد اكون انا مرابي، قد اكون انا كذا وكذا، لكن وصلت للمسجد انا عندي عرفت اول خطوه في اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. اقول له امشي لان انت مش عارف ابن كذا وابن كذا. انا مين عشان اقول له كده؟ هو مين اللي مشي وخلاه يخلي الخطوات دي كلها عشان يوصل باب المسجد؟ ربنا اللي زقه عليه. انا يعني اطرده، وشخصيتي لابد ان تكون شخصيه مرحبه. ربنا رحمه من الله نزلت لهم ولابد ان فصل غليظ القلب لانفضوا من حوله. رحمة من الله الرحمة وليد. ولو كنت فظا غير القلب لفظا. سؤال اسأله لكم يا شباب، احنا جينا هنا وعايشين صح؟
صح ولا لا؟ هل احنا اسماء ولا لا؟ السؤال ده متين مش كده؟ انا بسال السؤال ده متين لان المجتمع اللي استخدمنا ادانا حق المواطنه صح؟ فايه هو حق المواطنه علينا؟ انا مش بقول لك تنسلح من هويتك الاسلاميه او ثقافتك العربيه لا، هل انت تنتمي لهذا الوطن ولا لا؟ وكيفيه الانتماء والمواطنه تكون شكلها ايه؟ انا ارسمها مع زملائي مع اخواني، انا وقت بقى سياسه مع المساجد الاخرى. يعني ايه كلمه مواطنه؟ يعني ايه كلمه ان انا معيش في الوطن عايش فيه ومعايا الجنسيه بتاعته واقول انا غريب؟ الامور دي مسائل بتقعد عشان تناقشها. ازاي انا احافظ على جاري اللي بنته كذا ولا ابنه كذا؟ واروح له بالنصيحه واعتبر ان بنته وابنه اللي هم كذا وكذا 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 هم ابنائي وبناتي. ولا قلت دول ولاد مش عارف كذا ولاد كذا وخلاص دول اعوذ بالله مش عارفين في جهنم واسم غلط. ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحزن على ان في روح ماتت وفازت من يده ولا من هديها الاسلام كما حدث في ايه؟ في هذا اليهودي. شفت الفرق ايه؟ الفرق ازاي؟ اهو ده اللي دخل جامعه السربون ولا جامعه الجنسه اسمها جامعات النهضه ايه؟ جامعه لندن ولا جامعه مش عارف مدريد ولا جامعه مش عارف ايه؟ اي جامعه؟ جامعه من الجامعات واعمل لان كان رسالته ان هو يدخل كل انسان الجنه. ده رسالته كل انسان مش العرب مش قال بدر. هو لم يستطع ان يهدي عمه عليه الصلاه والسلام. شفت قد ايه التناقض؟ انه حاول مع عمه كتير لكن ما قدرش. وبعض اعمام الاخرين زي ابو لهب وابو جهل ما دول كانوا صغير من ابناء العمومه ما قدرش. لكن استطاع كان هدفه وهمه في الحياه ان ما حدش من البشر يخش ايه؟ جهنم والعياذ بالله. فالسؤال اللي ليكم ولينا دلوقتي هل احنا اسبان ولا يعني ايه حق المواطنه؟ المفروض المساجد تعمل فيها ابحاث. تعمل فيها ما فيش مسجد يستاذن بنفسه البحث لوحده. يشترك فيها مع مساجد اخرى ويجيب جامعات متخصصين وهتلاقي زي ما حضرتك قلت البلديات فتح ابوابها وكذا وكذا. وهنا يمكن قد يكون العنصريه اقل من بلاد ثانيه في غرب اوروبا. كتير. هنا عندكم التنوع والنسيج مختلف تماما في المنطقه الاخرى. حمستني يا رب. اتفضل. هو كده عشان الناس تشوفك قول لهم انت مين. وريهم وشك كده كده وتشبه. لا مش انا منور. انا مين؟ انا مستعد سامي سيتي. اسمك ايه؟ سعد. منين؟ من الهوسبيتاليات. كلمني باسبانيا مفيش مشكله. خدت خدت الخطوه احيانا في المسجد الكاروي. كويس. من تلاميذ قول لي ادي الله فيك. جزاك الله خير. سؤالي هي ان يعني بحكم تجربتكم في العمل الخيري وتجربتكم في العمل التطوعي المساجد عندها التزامات وعندها يعني قدرات مادية تمد هذه الالتزامات وهذه يعني الرسالة التي يبحث عنها المسجد والأهداف التي يسمو إليها المسجد. فهل الجانب المادي هو معيب حقيقة أم أنه يعظم هذا الجانب وهو كان يعني يعلق عليه عدم تحقيق هذه الأهداف؟ لأن نأتي بشخص مثلا اختصاصي أو نأتي بأطر لهذا المشكل تعاني من المساجد احيانا يعني ناتي بخطر في مستوى. فهل هذا الجانب المادي كيف يمكن ان نقول هذا الجانب او هو هل هو له هذه الاهميه ام ليس له؟ بارك الله فيك. جزاكم الله خير. اولا المال عصب لكن مش كل شيء.
هو عصب صحيح؟ مش كل شيء، مع كل عصب في اعصاب اخرى. بمعنى ايه؟ احنا لما بدانا القصه من تقريبا 40 سنه ده كان في ميزانيه ولا كان في مكتب ولا كان في عنوان ولا كان في كمبيوتر ولا حاجه. خلاص؟ ولا شيء. كان شابين بيدرسوا الدكتوراه ما ولا واحد شاف كان عنده عربيه. اخويا حسام ربنا يديله الصحه ان هو الاصل السبب بروحه في انهاء هذه المؤسسه وان كان هو تركنا من 1987 لكن روحه وصدقه هي البذره. فاوعى تجعل المال عقب. بدانا ب 20 قرش بدأنا بصندوق على الحائط كمركز كمقر رئيسي وأصبحنا ما من الله به علينا الآن مع كل الحروب الموجهة للعمل الإنساني الإسلامي في العالم من الصديق قبل الغريب ومن المسلم قبل غير المسلم لأن كنا منصفين سهام لنا ظلم إذا والقربة أشد ها؟ يقولها كده أنت راجل صوتك حلو سمعه في الشعر وظلم وظلم ذوي القربى أشد مضادة على النفس في وقع حسام المهندس ده بيجن لا اليوم لكن أصحاب أمثالكم ما بيهمهمش يمشوا قدما المهم إحنا عايزين إيه؟ كيف نجعل الفرد المجاور للمسجد مؤمن برسالة المسجد فيقتطع من ماله من أجل المسجد. إحنا هنا في فجوة بيننا وبين جيراننا من المسلمين. زي ما أنا بدفع لو كنت اشتريت عربية القسط بتاعها، لو كنت اشتريت شقة القسط بتاعها أو الآخر أو القسط. حسسوا إن المسجد ده هو بناء مستقبل أولاده وحماية أولاده وأسرته. نفسها. أنا مش قادر أقوم بدوري. مش ممكن أنا هضحي كمصلي باجي عندك ها؟ لأن أنت ما بتجعلنيش جزء من المسجد. أنت مستأثر بإدارة المسجد وأملاك المسجد لمجموعة معينة من الناس. هو المسجد شيوع عام المسلمين. يدخل فيه أحسن وأتقى وأعلى من كان من أبناء المجتمع المسلم. فلو انت استطعت انك تجذب هؤلاء الناس وتحسسهم من بيت بيتهم احنا شفنا في ايام والله كانت النساء ترمي بكل الذهب اللي معاها ترميها على كده رمي ويخرجوا من غير ولا خاتم ولا اي حاجه شعرنا انهم جزء من هذه الرساله فكان لنا واحده يعني سيدة اعمال اعطتنا الفيلا بتاعتها هنا عندكم كان في ملجا ولا حاجه زي كده. بعناها من 20 سنه بربع مليون دولار، مش عندنا قدره ان ايه نسكنها حاجه. امن بالرساله دي اللي بيعطيك عقار، اللي بيعطيك كذا، اللي بيعطيك عماره، اللي بيعطيك ارض، اللي بيسيب لك في الوصيه بتاعته جزء، كل الحاجات دي هيسيبها لك ليه؟ لانه امن برسالتك انت. ونرجع مره ثانيه نقول القائمين حاليين حتى لو كانوا بسطاء لابد ان يكونوا دعاء للمجتمع المسلم حولهم. مش هتخليهم هم يكونوا محاضرين بقى وعندهم دكتور، لا. أنا بدعو الناس بأخلاقي. بدعو الناس بحب ليهم. لما الأخت تخش المسجد ولا ابنها ولا كذا ولا كذا ولا كذا يخش يحس إن في ترحيب. يحس إن ده بيتهم، هو بيت ربنا سبحانه وتعالى. وده بيت ربنا. إزاي أنا أبعد عبيد الله من بيت الله؟ أصل في القائم الحالي اللي ممكن ربنا يفتح على يده هذه الاموال وياتي ويستطيع روحه او كذا ان هو ايه ياتي بالمال فبتين يجيب اللي هم المهنيين. الامر الثاني ان يكون لنا مجموعه من الاستشاريين والطوعين متخصصين وده مش هيكلفنا فلوس سواء كانوا في في التربيه او كانوا في اي تحقق في الاقتصاد او في الاستثمار او في كذا او في كذا دول يقعدوا اشيلوا علينا ايها الناس
او نحن من ملأ الناس بمعية القوم تخصصتهم حيقول لك اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا واعمل مش حيكونوا دول عايزين مركز اجتماعي في المسجد لكن حيقول لك خلي المسجد يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا يكون في شفافية في جمع المال وفي صرف المال لكل ما نجيب إمام ولا خطيب نديله مرتب يعيشه مش نديله مرتب يقول له خد نص مالك من الحكومة عشان انت هتاخد أعلى اجتماعية هو ده مش عايز الإنسان محترم ده ربنا محترمين اشمعنى لك يا إمام مسجد آخد جزء من الحكومة وآخد جزء منك أنت هتخليني أنا مطمئن على مستقبل ولادي وولادي لهم كذلك معاش لأن شخصية إمام المسجد دي شخصية محورية أريحه عشان يديني شغل أريحه علشان يريح الأمور لكن ما خليش قاعد إيه يعني إيه ما بين هو يا رب أنا هأكل عيالي النهاردة مش هأكل ودايما كان في مرة حصلت لنا حاجة وعايزين نجيب شيخ يعني شغال 24 ساعة في المسجد فكان المبلغ اللي حاطينه له مبلغ يعني اقل من الاجانب ولا 2000 يورو في الشهر يعني اللي هو الخطيب الكبير فانا كلمت رئيس المسجد الاداره بتاع المسجد قلت له يا مولانا تحمل قال لي ما في 3-4 ساعات في اليوم قلت له ده دخل ليه يورو اذا بياخد بيت فلوسه من الحكومه يعني انت جايب ناس متخصصين متخرجين وعندهم علوم شرعيه تقدر تاخد ملاك بيت من الحكومه يبقى انا بهين تعرف بهين انا بهين الاسلام رسالة وأداء وفكر وبقعد مع قمة المسجد ده الخطيب والإمام ده يروح كل كم أسبوع ياخد إعانة اجتماعية من الإمام واللي بيقول لي كان مين؟ ده راجل أستاذ في الجامعة ومحاضر ومعاه دكتوراه يعني المفروض يكون فاهم مش هقول لك راجل جاي أمي أو كذا كده أو لا فالانفصام في الشخصية اللي عند المسؤولين عن بعض المسائل دي ما تنفعش. بقى لابد يكون لنا مستشارين يشيروا علينا. حتى وجود المستشارين دول بيكونوا جزء من جذب المال. لما يقولوا عندك مجلس إدارة معين وفي مجلس استشاري. في الدكتور فلان وكذا 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 المتبرع مطمئن الأموال بتاعته. وبيتبرع. تزداد التبرعات. خلاص يا شباب تضحك انت عشان تعبتني. او من الحب ما قطر ولا ما تعب؟ ولا من الكسكسي ما تعب؟ تفضل يا شباب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. فين بيصلي وسلم؟ تقف يا ابني عشان نشوف انا عارف انت وقعد بتعمل راسك كده يمين وشمال. انا خاف من اللي زيك انت كمان انت. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أخوكم في الله يحيى الحناوي خاطب مسجد التربية الأردنية أشكر الإخوة على هذا الحضور القيم أشكر الإخوة القائمين على هذا المسجد سعى القادر والسعادوي أشكر الإخوة القائمين على مؤسسة القراءة الإسلامية وعلى حسين هاني دكتور هاني البنا والشيخ محفوظ والشيخ عبد اللطيف جزاهم الله خيرا أحب الكرام حين نتكلم عن رسالة المسجد يعني في الغرب من المجتمع غير الإسلامي فهي رسالة يعني عظيمة جدا إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الطويل يقول في الأخير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرح الصرح صار سائر الجسد فأنا أقول ألا وإن في المجتمع محا إذا صرحت صرح سائر المجتمع وإذا فسدت فسد سائر المجتمع فكيف يمكننا التعامل على هذه البقعة التي هي القلب الناضج لهذا المجتمع الذي نعيش فيه؟ فهذا احنا نتكلم عن المجتمع الذي نعيش فيه هو مجتمع يتكون من 4 شرائح. الشريحة الأولى وهي شرائح الناس الذين جاءوا قديما وجاءوا في الأول ما جاءوا إلى هذه البلاد وكانوا أغلبية الناس أميين لا يعرفون قراءة والكتابة ولكن استطاعوا أن يؤسسوا لبعض المساجد وأن يبنوا بعض المراكز الإسلامية. الشريحة الثانية والشريحة جاءت بعد ذلك من بعض المثقفين الذين أتوا بعد ذلك وأسسوا بعض الكونفدراليات والجمعيات وغيرها. والشريحة الثالثة وهي شريحة الأبناء الذين ازدادوا في هذا المجتمع
الذي يستهدف الاباء وامهات المسلمين لكن يستهدف المجتمع والتنقل في هذا المجتمع. والشريحه الرابعه التي تظهر عنها كثيرا حينما نتكلم عن المسجد وعن مستقبل العمل الاسلامي في الغرب وهي شريحه غير المسلمين الذين دخلوا في الاسلام. احنا ما تهمنا فكره تاع العمل الجماعي ولا فكره العمل الجماعي لان الافكار فينا كحله. لا نفكر في الذين اللي هم اسبان دخلوا في الاسلام مثلا او هم يعني الفرنسيين دخلوا في الاسلام فهذه شريحه لا داعي للاغفال لها. احنا حينما نفكر في الشريحه الاربعه وسمعت اسمها لها شريحه الاربعه عشان قالوا حينما نحللها نرى ان الشريحه الاولى وهي شريحه الاباء الذين جاؤوا من قبل كانوا يعانون من مشكل وهو مشكل عرقي. كان هناك جزائريون لوحدهم وكان هناك مغاربه لوحدهم وهناك حتى في المغرب او المصريين لوحدهم حتى على المجتمع الذي يعيشون معه اما لعدم ادراك اللغه واما ان جاؤوا بتلك العقليه المغاربه المجتمع الذي جاءوا ثم الذين جاءوا من بعدهم ولو كانوا جاءوا مثقفين الحمد لله وعن شهادات جامعيه وغيرها الا انهم اصبحوا يعانون مشكل اخر وهو مشكل حركي. هذا مشكل وهو ان كل واحد مثلا في مسجد جامعي جاء بموروث حركي ديناميكي حين لا يعمل لاعمال حركته او لحزبه فهذا كذلك يطبق ويكسر العمل الاسلامي هناك. كذلك من الشق الثالث وهو الشغل الذي ازداده هنا يعني الشغل هذا محتاجين ان الاب يكون متكون ومحتاجين ان رساله في المسجد ورساله المسجد لا بد كما قال الشيخ دكتور همام ان توحد به وان تفتح له المجال ولو كنت تفضل بين اقاربك ان تفضل من حولك. ونحن نعرف في السنه الاولى تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الشاب الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يطلب منه رخصه بالزنا رخصه بالزنا كيف تعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف تعامل مع العامل الذي بال في المسجد؟ يعني احنا اليوم كأئمة وكدعاة لو دخل اليك شاب وطلب منك هذا الطلب لا لو وقع هذا وقع الشيخ عبد الرحيم عبد الرحيم اذا وقع هذا الامر هذا يبقى هناك تضحيه وهناك والعمل المؤسسة المسجد يكون هناك عمل تكاملي وليس عمل اقصائي. ايش اللي قال الشيخ انني انا اعمله بخصوصي خيري لابد هناك تكامل لابد ان كل واحد ان كله ميسر لما خلق له كلهم يتعامل تكامل وكل بين الرساله للشيء بين سيد الشيء التي هي كذلك نقل عنها كثيرا وهي مساله الشباب. الشباب من سن 15 الى سن 25 فاحنا غادي نمشيو المساجد اما كعطا دروس او عطا محاضرات او خطب كتوجد اما شيوخ الكبار واما الشباب الصغار كيجيو يقراو اللغه العربيه القران الكريم والشباب اللي ب 15 سنه حتى 25 سنه اين هم؟ اين هم؟ كل اين هذا في هذه الحاله فين هما الشباب؟ اذا خصنا تو نكون حاضرين في هذه المساله هذه والعمل فيها وكذلك هناك لجنه تكون خاصه لاصلاح ذات البين. هالجهل نعاني الويلات في المحاكم ونعاني تشتت الاسر ونعاني وهنا المشكله اللي عايشه ينتظرون الفرصة ويتحيزون الفرصة ليأخذوا منا أبناءنا يضطروا أن فقاش الأم والأب يوصلوا للمحكمة فتنفصل الأسرة وتنشد الأسرة فيأخذ الأبناء. علاش أنا قلت أنه لجنة خاصة بالمسجد تسمى لجنة إصلاح ذات البيت وإن شاء الله مشاكل تكون مشاكل بسيطة يمكن أن يكون فيها إمام المسجد يكون فيها مثلا رئيس لجنة وذلك فيحب أن يلقي هذا قبل أن يكون هناك مشكل يعني عاويز ويؤدي إلى المحاكم ويؤدي إلى أشد الأسرة. واخيرا وليس اخر كلام كما قلت لكم ان ذكر لي الشيخ هاني بنا الشيخ يعني فتح مرزاه صغيرا كان قد زار في قبل سنتين او ثلاث سنوات هنا وقد تكلم في محاضرته عن تعامد المسلمين داخل المسجد كيف يكون حال المسلمين داخل المسجد واخذت الكلمه من بعده فقلت له انت تكلمت عن حال المسلمين داخل المسجد وانا اتكلم عن حال المسلمين خارج المسجد. خارج المسجد لان المسلمين الذين يغتابون المساجد يجب ان يكون لهم يعني في الواقع ان يوقع مغايره على الذين لا يغتابون المساجد. يجب ان يكون الانسان ان يؤدي رساله، يجب ان يكون صاحب رساله وليس صاحب حوادث، ويجب ان يؤثر الله عز وجل قال واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. اذا الرساله التي تغتابها انت خارج المسجد يجب ان تؤدي رساله في المجتمع، يجب ان تؤدي النبع في المجتمع. المسلم هو كالغير اينما وقع نفع والانسان أو كما تقول الحكمة حال رجل في ألف رجل
أفضل من بقاء في رجل في رجل. فالإنسان في حاله يؤدي خير كثير ممكنين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مدحه مدحه الله عز وجل لم يمدحه بكثرة الصلاة ولا بكثرة الصيام، وإنما قال له وإنك لعلى خلق عظيم. اسمع لنا ماذا أقول؟
تجد الإمام ما شاء الله عنده علم وعنده، لكن أين الإخلاص؟ والله لا تجد الإخلاص في هذا الإمام. كيف ستأخذ الإمام وأنت ترى هذا الإمام أعماله يعني تجعلك أنك تنفر ما يقول هذا الإمام، وكذلك المسؤولون. وهذه الأزمة ليست أزمة مال أو أزمة، أزمة الإنسان. كيف نعالج هذه الأزمة الإنسان؟ حبذا هذا الكلام الذي سمعناه من الدكتور وكله كلام جميل وكله يصب فيما نعيش فيه من أزمات في وسط المساجد، لكن حبذا لو أتانا مثل الأخ بدوني الأخ حول عندهم يعني كثير من الجلسات وكثير من اللقاءات وعندهم يعني فهم هذه المسائل، حبذا لو يأتي في كل شهر إلى مسجد أو في كل أسبوع إلى مسجد ويوعي الناس ويقول نحن بحاجة إلى كذا ونحن بحاجة. والله إن الدكتور يحتاج إلى أشياء كثيرة، أشياء كثيرة، لكن أين علاجها؟ نحن سنتكلم وتكلمنا وسنغادر هذا المكان، وبعض الإخوان سجلوا لقاء، لكن أخير ما في الأخير ما هي المنفعة من هذا الكلام؟ ما هي المنفعة؟ والله كنت في أحد المساجد أؤدي الخطبة، خطبة الجمعة، فإذا الرئيس هو الرئيس أبوه إسباني أبوه مغربي وأمه إسبانية، فجاءوا عنده البوليس يعني الأمن وقال له والله يا أخي هذه الجماعة جماعتكم لا نعرف ماذا يفعلون في هذا المسجد، يدخلون كالفئران ويخرجون لا نفهم ماذا يصنعون فيها، وهذا ما تفضلتم به. نحن كجماعة إسلامية، كل جماعة إسلامية في كل مدينة، لماذا لا تشارك في أفراح هذه المدينة؟ لماذا لا تكون معهم في كل، عندنا الحمد لله عندنا ثقافات، المسلمون عندهم ثقافات، لا سيما ونحن مسلمون في كل مسجد تجد هناك تونسي وهناك جزائري وهناك بنغلاديشي وهناك باكستاني، عندنا ثقافات متعددة، لا بد أن نشارك مع هؤلاء الناس، لا بد، لكن للأسف تشتكي الجماعات ونحن تجد مشاكل كثيرة عندنا مع البلديات ومع الأمن، لماذا؟ لأننا لسنا على اتصال معهم، لسنا على تواصل معهم، لا يعرفون شيئا عنا ولا نعرف عنهم شيئا، فأين هو الإسلام؟ الإسلام دين التواصل، دين النخاء، دين المحبة، دين التعاون، دين هكذا، لكن الأزمة كلمة الأخيرة حتى لا أقل عليها الاحترام دكتور، كلمة الأخيرة هي أننا حبذا لو يعني وجدنا من يأخذ بيد الناس من يأخذ بيد الجماعات، والله كل هذا الكلام طيب، لكن على أرضية الواقع لن يكون هناك ما دام هناك عقليات أكل عليها الدهر والشر، وهذه هي الضربة الكبرى وأستثناء جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. أنا أقصد دقيقتين ثلاثة كذا. جزاك الله. أنت هذا شيء عملي نذكرته عشان فصلات الظهر. النهارده مجتمعين ما اعرفش كم مسجد موجود النهارده، لكن بعد بغض النظر ممكن الشيخ يعمل لقاء بعد اسبوع او بعد 10 ايام معاكم كمجموعه، شوفوا كلكم موجودين، كيف نضع هذه الصوره بطريقه عمليه؟ مش مهم يكون موجودين اكثر، ان شاء الله يكون اربعه او خمسه او سته من المساجد يبدأوا على اتفاق على مشروع بسيط عشان نبدأ المسيرة اللي بنتكلم عنها دي، سواء كانت المسيرة دي في المواطن أو المسيرة دي في شخصية الأبناء أو المسيرة دي في انتماء أبنائنا وزوجاتنا إلى آخره إلى المسجد أو كل هذه الأشياء، بس نقعد نتكلم مع بعض. ما بيجي لك واحد زي حالاتي أنا أو غيره بيتكلم كلام حلو وبعدين بيمشي، طب إحنا هنعمل إيه بعد كده؟ ما هو الأمر لابد أنت تمسك الخيط ده بإيدك. بعد كده مش مهم ال 100 مسجد اللي موجودين في برشلونه او 1000 مسجد في برشلونه، نبدا بخمسه زي كل التاني، نجتمع كل اسبوعين او كل شهر عشان نعمل صوره لواقع المجتمع ان احنا عايزين نساعده من خلال المشاكل اللي حضرتك اتكلمت عنها واللي اخونا اتكلم عنها واللي اخونا في الاخر كلكم عارفين المشاكل. أول نقطة في هذه المشاكل نقعد مع بعض عشان نحدد خريطة الطريق. وخريطة الطريق تبدأ بخطوة. وتبدأ بمشروع بسيط. ما تبدأوش بحاجة كبيرة
تقول هتغير بها الدنيا، مش هتغير الدنيا كلها. تبدا بان انا عندك خمس مساجد او سبع مساجد مع بعض، ناخد بعضنا في بعض. مش كنا قاعدين مع بعض وانا ابص للشيخ عشان هو يبقى رئيس او ده رئيس او كده. احنا بس لما نقعد عملنا احنا مؤتمر في بلد ما في مصر. في اول شيء في المؤتمر ده مع الجمعيات قيل لكل جمعيه اذا كنت صغيره او كبيره انسى الشعار بتاع خارج المؤتمر. انسى اسمك بره، انت هنا بتتكلم عن مؤتمر لوطن. حط خليفه الوطن قدامك وركز عليها، ما تتكلمنيش عن الجمعيه بتاعتك. اتكلمني عن ماذا يريد هذا الوطن منك. نريد ان نبني وطن، نريد ان نبني مجتمع، نريد ان نبني ثقافه معينه. كل واحد فينا بيخش ها بيمثل سعي الجمعيه بتاعته، ولكن بنتفق على فكره واحده. وتبدا خريطه كره الترب دي تكبر تكبر تكبر. لما هننجح كخمس او سته او سبع مساجد هتنتقي بين بعض المساجد اللي قريبه مننا في الفكر. لكن احنا كل شويه بنتكلم عن تشخيص المرض فشخصناه. يبقى نتكلم عن وسائل وخطوات علاج المرض. انت ليه؟ لان ساعات لما نيجي نعالج المريض بجرعه كبيره جدا بنقتله. صح؟ بدل ما تديله 5 مللي جرام تديله 100 مللي جرام خلاص ما تقتله. فلذلك انا ارجوك يا مولانا كلكم تتفقوا على يوم. لو كان عندكم انتوا واتساب جروب ولا الايميلات بتاعتكم اتفقوا نجتمع نتكلم ماذا نريد. وبتاع انتوا خدوا زمان من الامر بيتكم. سيبوك بقى من الايه بتاع الائتلافات اسمها ايه؟ المفاضيات ولا الفدراليات. اعملوا حاجه، ما حدش قال لكم ما تقعدوش مع بعض تتكلموا مع بعض، حد قال لكم؟ اقعدوا انتوا اعملوا مشروع من خمس ست مساجد. اعملوا مشروع من خمس ست مساجد، اتفضل. والله يا دكتور في 2010 او 2011 قمت ببادره بفضل الله ومني في جمع يعني جمعيات على حسب البيس عندنا، على اساس اننا يعني كما تفضلتم يعني هم الهم واحد. كيف نعالج هذا الهم وكيف وكيف وكيف؟ وبعض اخواننا راهم كانوا حاضرين معنا في هذا اللقاء. في اول يعني لقاء سبحان الله حضر تقريبا 9 أو 10 يعني جمعيات. في اللقاء الثاني حضر 7، في اللقاء الثالث حضر 4، حتى اصبحنا 4. ورغم يعني هذا الاربعه هؤلاء الاربعه حتى في الاخير لم يبقى احد. هنحاول ثاني. والله شوف 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 المثل الشاعر يقول لك قرات الباب حتى كلمتني، ولما كلمتني في الاخر كلمتني لازم يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ابو بكر مش كان بيروح لمين؟ مش كان بيروح لسيدنا بلال كل يوم بالليل عشان يدعي الاسلام؟ انا كنت عاوز سؤال لازم لازم نبدا ونتعب بدون تعب لازم نبدا ونصبر لازم نبدا ونفشل وبعدين نبدا تاني ونرجع مفيش فايده لان طريق الدعوه زي ما مولانا قال صعب مفهوش ورود ورياحين لازم اتفضل يا اخي عشان بس كنا صلاه فاتفقوا انتوا معاهم تبعتوا لهم دعوه من غير بسكوت لا وانت خد معاه المسيره ان شاء الله ان شاء الله واتمنى ان بعد اسبوعين يكون عندكم الاجتماع ده ونمشي مع بعض فيه ما عنديش مشكله بس اسيبكم يلا بس ان شاء الله تفضل تحيه للدكتور الغالي صلى الله عليه وسلم يبارك في صحته الطالب احمد الهادي طالب جامعي في برشلونه عندي سؤال لشيخنا المباشر صراحة المتتبع لسيرتك ولعملك التطوعي وهو في حد ذاته لا أعلم يجد أنك منذ سنوات مضت سلمت المشعل لمن يقوم بأن الإنسان في هذه الحياة يقدم ثم يأتي فرصة أن الناس سيعرف يقدم أكثر فيعطي المشعل لغيره
نجد في ألمانيا ميركل 20 سنة وهي تقود الدولة، وصلت لمرحلة أنها أعطت ميشيغان لغيرها لأنها لم يقع عندها ما تقدم. فكيف تفسر لنا هذه الفلسفة حتى تكون عند المسلمين خاصة الذين يتشبثون بالمناصب ولا يدعون الشباب ليقدموا ما عندهم من طاقات وورق وظيفي؟ الأمر فيها كل شخص متشبث ده عنده مرض، مرض نفسي مش قادر يكسب. لابد الداعية يربي، لابد الداعية يستطيع أن يربي جيل وهو موجود يبقى داعية فاشلة. ممكن أنا أسيب منصب التنفيذي أعمل منصب استشاري تاني. يعني مذكرت أنا رئيس من 14 سنة تقريباً ما وقفتش كعضو جمعية مشاريع، ما وقفناش عن العمل وبدأنا نعمل جمعيات أخرى بتقوم بشيء تاني مختلف زي التنسيق والتأهيل وعمل وشغل عمل وبدأنا مؤتمرات إلى آخره. أخبر حضرتك؟ لكن بطلت العمل الإغاثي. لكن الحمد لله دلوقتي في مئات من الجمعيات الإغاثية موجودة في أوروبا وأمريكا. نحن من أول واحدة في 84 بدأت، وده ليس يعني نقول نحن أحسن ناس، لا. فأنت أجد لك دور آخر، لكن وأنت رئيس الجمعية اعرف من أول يوم عليك أنك تربي جيل معك. العملية مش رزق، الرزق هيجيبه ربنا سبحانه وتعالى. العملية إنها رسالة زي ما أخوانا اتكلموا قبل كده، ده العمل ده كله رسالة. فالرسالة لابد أن تجعل من حولك يؤمنوا بما تقول في وجودك أو في عدم وجودك، وده التحدي الكبير. وهي السلطة والسلطات، اللي ياخد الإدارة عنها سلطة وسلطان بيموت، مش بيموت يعني جسديا، بيموت فكره ووجوده وهو موجود. لأن بلا مش حد بيجي المسجد طالما الشخص ده اللي هو أنا موجود في المسجد ماشي رايح. فين تبقى كده نفور، ينفروا من الشخص نفسه ان رأيينه. لكن ده مرض عندنا كلنا نفسنا ما سواه وألهمك في شراء وتقوى التواضع وخفض الجناح. والتاني اسمه ايه؟ و اللي هي يا ربي لابد، وده حتى في الاجتماعات، ان يتنازل كل منا عن جزء من شخصية مؤسسته الاعتبارية، وإلا لن نستطيع قدر. لابد اللي ما يعرفش يتنازل لا يعرف ياكل. خلاص انا ممكن اعتبره بس خلاص. تفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يوفقكم ويوفقكم. بعد الغداء بعد صلاه الظهر ان شاء الله نحن نعتذر لها واجب الله ان شاء الله الرحيم. وبعد الاذان ان شاء الله نحن نتغدوا. هل نحن أسباب ولا لا؟
الاخرين بيقول لك دول طابور خمس مش عارفين زي ما حد اخر كان اتذكر جميل الناس بيخشوا المسجد ويقولوا ما اعرفش بيقولوا ايه صح حق نعرف احنا بنخبي حاجه احنا بنخبي ايه؟ ما عندناش حاجه نخبيها للاسف لكن احنا بنوهم الناس ان احنا بنعمل شيء كبير واحنا ما بنعملش حاجه مش قادرين نعمل علاقه بيننا وبين بعضنا فازاي هنعمل علاقه بيننا وبين بعضنا فاحنا بنحيي نفسنا بفضل من عمل الاسلاموفوبيا لان لما تحصل في جمعيه لا هقول لك حاجه لما تحصل في جمعيه تصبر وتغلط بنهب عشان ندافع عنها ما بنهبش ان في بيننا وبيننا بعض تكامل ولا تنسيق ولا رؤيه واحده موحده فاحنا اصبحنا شرائز زي ما كان ملوك الطوائف زمان صح خلاص اذا كنا احنا مش قادرين نقعد مع اولادنا نتكلم معاهم نتكلم عن الاسلام العمليه مش عمليه يعني هم اصلا هم هيحاربوك خلاص هم اعلنوا انا احترم هؤلاء الناس اللي بيقول لك انا ضدك لكن ما احترمش المنافقين اللي من بين ابنائنا احنا وبني جلدان لما قاعدين في وسطنا وبينافقوا فلذلك اول شيء لما احنا اتكلمنا بعد كده انت اسمك ايه؟ يعني. ها؟ يحيى انت ابن زكريا ابن زكريا ابوك زكريا ابن زكريا وابنك زكريا واخوك زكريا لو حد حد تاني بقى حسن اخوك الحسين وامك فاطمه وابوك علي وابنك ايه الرسول صلى الله عليه وسلم لو احنا ما اتعلمناش نقعد نتكلم مع بعض هتاخد الاسلاموفوبيا الى ما ابد الدار خلاص العلاج قدامك انا مش واثق فيك مش واثق فيك لانه تبع جماعه ثانيه تبع حزب اسلامي ثاني لا مش هقعد معاه خلاص اما بقسم المجتمع يعني ايه دعوه في عندها هاتنا ثاني اسمه ايه؟ انها الحالات الناس تحلق الشعر لو تحلق الشعر سدت البيت فسدت البيت احنا سالنا فيها سؤال واحد هل بيننا وبين بعضنا البعض وبين انفسنا فسدت البيت ولا لا؟ نسال السؤال ده احنا لازم نقع على قاعده جوهريه هل نحن صادقون مع انفسنا ولا لا؟ سميت نفسك امام، سميت نفسك عالم، سميت نفسك حافظ قران، سميت نفسك مرد، سمي زي ما انت عايز. الامر شخصي ان انا محبه ان ما يدري بس ما اعرف بايه بعملي. عملي فقط اشوفه كده في الفيديو بتاعي على المدى. انا حاليا وانا في ايدي سلطه قادر ان انا اتنزل عن جزء من شخصيتي الاعتباريه واقعد معاه عشان نفكر في المجتمع ولا لا؟ لا. فازاي احارب الاسلاموفوبيا؟ ازاي احارب الاسلاموفوبيا؟ يعني اديك بعض الامثله اللي حصلت لي. انا بس كنت عايز اتكلم بس كتير عشان ما تحسوش ان انا بعمل ترويج يعني. كان عندنا رؤيه ازاي نخش المجتمع الدولي من واحنا من 30 سنه. فبعد ما سجلنا الدراسه التسجيل الرسمي احنا مش عارف 84 لكن دوره التسجيل لسه 89 لما خدنا الورقه دي اتجهنا مباشره على الامم المتحده صناعه القرار صناعه القرار عشان تسجل الاغاثه داخل الامم المتحده لان تصنع القرارات الانساني والسياسه والاقتصاديه في العالم وتكون انت عضو احد المجالس الاستشاريه بتاعتها ده سنه كام؟ سنه 1993 قابلنا الاسلاموفوبيا واحنا بنسجل قلت لي ازاي؟ اقول لك ازاي؟ جبت على كل الاسئله اللي جبت كلها بلا استثناء لابد يحصل اجماع قبل ما يدخلوك وطلعت سفيره من السفراء اللي كانت شافت قالت لي انا عايز ايه؟ المؤسسه دي ها؟ السجرايز براز اجلوا التسجيل انا مش فاهم حاجه شاب صغير بقى بتبقى مش عارف يعني ايه لوبينج يعني ايه يعني
لا الحاجات دي كلها. مع التلف بقى كده احد الاخوات عندي كانت مصريه تلف على السفراء كلهم عرفهم بالهباسه. ها؟ لف على السفراء كلهم عرفهم بالهباسه. واحد واحد. سفير روسيا، سفير كوستاريكا، سفير لسوتو، سفير مش عارف مين، سفير مين، سفير مين، سفير فرنسا كان موجود، سفير ألمانيا، عدت أوراقها واقتنعت ورجعت عشان إيه؟ مين؟ شخص واحد من 50 شخص قال لك استنى، لازم 49 لأن 50 دي ولا مش. فحسيت إن في توجه ضدي حتى لما قعدت مع السفراء العرب احبطوني عشان قلب السعودية العصرية مش دلوقتي. أولا ما صوتوليش. يا جماعة استاذ. لما اتنين واحد فيهم قال لي أنتوا مش هتسلموا في إسلامك منين؟ أنتوا تقولنا بعد سنتين. قلت له يعني إيه؟ قال لي كده. الست دي مش هتسجل. تعرف عملت إيه؟ ساعات حاجات كتير تاخد الدلاع. مطلع على المنصة وطلعت الميكروفون. لو اسمعوا انا بقالي هنا اسبوع كل اللي انتوا عايزينه انا هقدمه في ست قلت لي انزل يا دكتور درست الجلسه ده انا مش هنزل عايزين ايه تاني؟ انا عندي مؤسسه قدمت كل الاوراق تعطلونا ليه؟ تعرف مين اللي بصرنا بعد الله سبحانه وتعالى؟ سفير ايرلندا جزاه الله خيرا حي الامريكا قام واخد الميكروفون كاثوليكي هو لان انا في الاسبوع ده عملت ايه؟ كل الاوراق بتجيلي مع فرق التوقيت خمس ساعات او من وزع عليهم وزع عليهم وزع عليهم وزع عليهم فالراجل اقتنع ان احنا مؤسسه محترمه كنا متبرعين ب 300 طن الامم المتحده يعني في عمل اتعملت قبل التسجيل في ايادي اتهدت قبل التسجيل في مشاركات اتخذت قبل التسجيل قال لهم انا ازكي هذه المؤسسه مين؟ مش العرب ثلاثه من العرب انا اذكي هذه المؤسسه لان حتى هذه المؤسسه قبل ان تعمل مع الامم المتحده واذكر فيها تبعت عليها 300 طن وادي جواب الشكر لمكتب الامم المتحده اللي موجوده في البوسنه انا اذكيها مين يسميني وقت؟ ليه؟ لانه عرفه عرفه احنا مش معرفين الناس احنا مين احنا مخافين الناس وشغالين في الضلمه ضلمه على ايه؟ ده المعنى احنا بنعمل ايه؟ ده احنا مش عارفين نجيب مرتب من الامام او مرتب مش عارف مخرج او كذا او ندفع حد فاتوره التليفون او فاتوره مش عارف ايه. لكن عاملين حوالين نفسنا هذا فده كان نمره واحد. كيف نتواصل مع الاخر حتى يبدأ الاخر؟ ده كان سنه 1993 خلاص؟ 2001 يا رجاله معايا ولا مش معايا؟ معايا؟ قول انا معايا. قول انا معاك كده ست حركات. ما بعرفش الجو ده ست حركات. ست حركات. حاجة عامة. انا معاك. فصل. مشبع. غني بقى. في جلسات الأمم المتحدة. تخيل ايه تنسميها؟
فحصل حوار بيننا وبعدين في الايه في دايما نسميه حوار القمه في الحمام. فكان في الحمام فعلا خرجنا من النار ونغسل ايدينا وكلمنا فهمت؟ ولا خرجنا فكان معانا دين الاعلام بتاعنا كان واحد مش مسلم. ايش يا ابني؟ قلت له الساعه حاجه كمان ودي الايه؟ الاعلام الآن يا أخواننا أنت دلوقتي العاصفة شديدة جدا ولابد الوقت لازم فتلقائيا قالوا على المسلم ما يحدث في الأمة العربية والإسلامية في العالم يحدث لنا ونحن ضد النسيج المسلم في أوروبا وفي أمريكا ونلزمهم مسلمنا ها ونضربهم ونضربنا ندفعهم من بعد لن ها نخرج حصل فعلا الحمام الكردية فاشل الكردية الحمام وكلنا ما قدرت تغطي بس خدنا على نفسنا عهد نواجه الهجمة الإعلامية الشرسة ضد المسلمين بعد التشتت خلاص؟ بس خدنا بالأسباب اخترنا مجموعة مننا تتمرن كيف تواجه الكاميرا على التلفزيون لما قلنا لقاء دي أول استراتيجية تعلم ازاي نواجه الكاميرا. تاني استراتيجية مش كل واحد فينا يتكلم أبدا واحد أو اثنين رئيس المؤسسة أو النائب بتاعه قلت أنا في أخ تاني يتكلم إنجليزي أحسن منه أنت عارف أهو لو جه تليفون لحد أمريكا ما يفتحش بقه فرنسا ما يفتحش بقه بلجيكا ما يفتحش بقه مش كل من هبه وده بيفتح بقه وده واحد متحدث رسمي واحد على مستوى العالم خلاص لو جت أي إذاعة أو تلفزيون أو جريدة خش عليها لو قلت لأنها منافسة لأن ما عندكش حاجة تخبيها ونجحنا رب الكعبة 23 جمعية أغلقت في أمريكا في الوقت ده واستثنيت منها النبات الإسلامية دي ليس موجودة وأصبح منها أخبرها دلوقتي أكثر من 100 مليون في أمريكا بس ليه لأن إحنا علمنا رأسنا وكان لنا حاجة خبيثة كان في اجتماع مع وزارة التعاون الدولي يوم 13 سبتمبر قلت أكيد الاجتماع ده هيتلغي صح؟ كلمنا المكتب بتاع قلت انا مستنيها كان ست جدعه بس احنا مش راجل امراه من 1000 راجل وازاي السفر اللي انا قلت لكم عليها في بتاع دول قالت لا قالت لا لما قابلناها في 13 سبتمبر 2001 قالت لنا لو انا مش عايز يعني قلت لكم مش هاجل الاجتماع وجيت معناها انا مش عايز اشتغل معاك لكن انا عايز اشتغل معاك لان انا عارفاكم عارفاك دي بعشرة حكار عارفاك عارفانا مش محضرة في الدولة عارفانا من سنة 95 و 96 و 97 و 98 و 99 واضح؟ عرفوك قبل كده حصل اجتماعات في عام يمنا فحصلنا أحد المؤسسات الكاثوليكية تبع الإيمان الله كانت أسف كده في عام يمنا كانوا بيدافعوا عننا بغياب لان سنة 1997 98 كنت قابلت رئيسهم في مدينه شمال بريطانيا كان بيقول انا الوحيد اللي موجود في الغرفه رحت اسبانيا سنة 92 بيقول لا انا رحت قبل ايه؟ قال انت مين؟ قلت له انا هدي المادة والدراسة الاسلامية قال لي رحت قلت له 91 خلصت الدكتوراه جوه الطيارة وانا عشان اصحى على كوسوفو وعلى ايه؟ على مقدونيا والبانيا أبيه فجمعنا فتحنا أبوابنا إزاي؟ فالكاثوليك دافعوا عننا السفير الألماني دافع عننا الوزير أكد مش ده إحنا حلوين إحنا قبلها بعشر سنين فتحنا أبوابنا ودفعنا المؤسسات بتاعتنا معرفونا لكن هنعرف كده
الكلام ينتهي والحرب على الدين لن ينتهي والرعب ضد الدين لن ينتهي انه مناسب يتطهرون فاحنا اللي هو بقى انتوا اشتروا فوبيا فاحنا بقى حب وفوبيا حب وفوبيا يعني كده بركه فوبيا هقول ها تمام فوبيا تعالوا فوبيا خليك بحبوك اوعى تفتكر ان كل واحد لاقيني ضدك، أصلا مش عارف. أو متخيل ما يقول الإعلام عنه. الإعلام يتكلم إلا بصورة واحدة فقط. هؤلاء دواعش. هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وأنت مش مديهم فرصة إنهم يبصوا عليك لو عرفوا. فإزاي هيساعد مؤسستك كده؟ إذا كنا إحنا مش قادرين نقعد مع بعض ناخد كوباية شاي أو كوباية قهوة مع بعض عشان نتكلم مستقبلنا كمواطنين ولا مرة ثانية مواطنين مسلمين أسباب نبني الدولة الأسبانية وهي ثقافة متميزة تكون جزء من هذه الثقافة المجتمعية الأسبانية لو احنا ما قدرناش نقعد مع بعض في المساجد فأقول علينا السلام أخي بقى أسلام هم هتبقى كل حاجة فوقكم فالعيب فيكم يا حبيبي أما الحب وأن يكرمنا بالاتحاد
يجعل المكان مكرما ومباركا طيبا، وان نكون سعداء دائما في اللقاءات، ونسال الله ان يوفقنا وان تكون اللقاءات ان شاء الله غدا ثانيه وتتابع، لاننا في اللقاءات نستفيد اكثر واكثر، ومعنا حضرات القران والعلماء والعلماء والاساتذه، نسال الله ان يحفظ الجميع وان ينفعكم بعلوم النور وان ينفع بكم الامه وان تكون مفاتيح الغير مغالقه للشر. اللهم يا رب العالمين ذكرنا كان في مبارك في يوم الدين، نبارك في مساجدنا وبارك في مراكزنا وبارك في المؤمنين والمؤمنات، واحفظنا واحفظ ابنائنا ويسر امورنا يا رب العالمين. اللهم يا رب اكرم بحسن خاتمه، اللهم لا تحرك كلامنا لا اله الا الله محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.